بقول لك يا وشه، بص يا كفو، هات سكه ودغري. انا كنا رايحين جنونه والجنونه بقاش قوي، وما فيش عربيات اليومين دول، فانا كنا هدمينك في عربيه عشان رجلينا فؤاد، عشان رجلينا ناخد عربيه كده وتوك توك ومكنه، يعني يرضيك نمشي كده؟ بص يا جدعان، والله العظيم انا مش كده عليا، عايز اجيبلكوا طياره، بس انا بابا جاب لي عربيه شوب من اللي من غالي، بس بتشغل بحجره، اجيبها لكم وتروحوا بيها الجنينه اللي هنا، بس اوعوا تاخروا يا عم امان. ايه بقى؟ وعلى كده العربية كبيرة قوي دي، تشيل كام نفر كده مثلا؟ يعني من 5 ل 6. من 5 ل 6؟ طب ولا حلو قوي المشروع ده. بقولك يلا هاي. بص يا زميلي، خد انت اركب وانا هوصلك. الله، العربية جامدة صح، وفاتك ايه؟ ماشي كده، No, 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 no